بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية في المستوى العاشر في جامعة الملك خالد، إن شاء الله النهاردة هنكمل آخر جزء في شابتر 3 في تصميم الكومبايند فوتينج، وبنتكلم على تصميم الكومبايند فوتينج اللي هو معرض للعزوم، وهو التفاصيل إزاي أرسم التفاصيل بتاعة الكومبايند فوتينج. طيب زي ما احنا عارفين احنا جبنا بالنسبة للكومبايند فوتينج جبنا ايه؟ اول حاجة جبنا الدايمنشنز، فلازم ابتدي ارسم الدايمنشنز بتاعتي. ادي البي ار سي، وادي البي بتاعت البي سي، الناحية التانية دي ال، وده مين؟ ال بتاعي. ولو في رفرفات نحط التفاصيل بتاعت الرفرفات زي ما انت شايف كده الدايمنشنز بتاعتها. طيب ده بالنسبة للبلان. طب بالنسبة للإليفيجن بتاعي لازم أحط السمك بتاع الخرسانة العادية والسمك بتاع الخرسانة المسلحة اللي انت عاملها، وادي العمدان كده. انت رسمت الدايمنشنز بتاعت الخرسانة اللي انت جايبها. طيب بالنسبة بقى للحديد، ركز معايا شوية في الحديد، احنا جبنا كام نوع من أنواع الحديد؟ لاحظ ان احنا جبنا في الاتجاه الطويل جبنا 3 مساحات للحديد. حديد فوق علوي اللي هو ده، شايفينه اللي هو طلع كام؟ لو تذكر كان المومنت عامل كده صح؟ فالحديد ده علوي اهو، الحديد اللي انا قدامي هنا هوت اللي هو دوت ده طلع عندي 20 فاي كام؟ 12. خلي بالك يا اما تجيب الحديد في القاعدة كلها، يا اما تعمل ايه؟ يا اما تجيب الحديد في مين؟ في المتر، يعني ممكن تقسم على البي وتطلع الحديد في الايه؟ في المتر بتاعنا. طبعا هنا عندي 2 متر ونص، اما تحط فيهم 20 سيخ مفيش مشكلة. طب وعندي حديد تحت وحديد هنا، خلاص احط الحديد ده اللي هو السفلي بتاع اللونج دايركشن اللي هو ده واللي هو ده. انا بعمل بس انديكيشن خط كده سنتر لاين للقاعده، وبقول ان الحديد اللي فوق ده كله اللي هيبقى علوي والحديد هنا سفلي. طبعا هتقول لي طب انا عامل حديد هنا، اقول له دي زي الشوكه اللي انت خدتها في الخرسانه، يعني الحديد باخده كده والفه كده والحديد هنا وباخده ايه والفه كده. طبعا لو الاطوال قصيره انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تاخد الحديد دوت كده على بعضه والحديد التاني كده على بعضه واحد، يعني سيخ واحد تجيبه كده وسيخ تاني تحطه كده، وابين طبعا ايه الجنشات بتاعتي زي ما انت شايف الديتيل بتاعها. كده انا جبت الحديد اللي في الاتجاه الايه؟ اتجاه الطويل. طب عايز اللي الحديد في الاتجاه القصير، هقول له ده متركز في المسافه بتاعت الهيدن بيم. الهيدن بيم اللي احنا كنا قايلينها اللي هي البي هنا بتاعتي والبي هنا، كان في واحده انتيرير واحده اكستيرير، لكن بالنسبه للكومبايند فوتينج هنا خلي بالك ان هي مالها الكومبايند فوتينج في الحاله بتاعتي ديت كان مش عشان في جار، لا ده كانت التداخل في القواعد مع بعضيها، فعشان كده بقت الانتيرير والاكستيرير قريبين من بعض يعني. فالمسافه خدت هنا ركزت الحديد بتاعي، ادي 7 فاي 18 وال 8 فاي 18، دول الحديد اللي اتحطوا فين؟ اللي اتحطوا في الاتجاه القصير. طب يبان هنا ازاي بقى؟ هيبان خطوط هنا بالشكل دوت سفلي اهوت ومتركزه، يعني المسافات ما بينهم قصيره زي ما انت شايف. طيب الحتت الباقيه دي كلها عشان اعمل شبكه بقى من الحديد. ده حديد بحطه المينيمم بتاع 5 في 12، ده 5 في 12، كل الحديد الاحمر دوت السفلي 5 في 12 اللي هو ده وده 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 وده. امال العلوي اللي هو اللي فوق دوت بردك ده انا ما صممتوش، مفيش اصلا مومنت في الاتجاه القصير علوي، لكن الحديد اللي انا حطيته ده قد ايه؟ قيمته كله كام؟ 5. واحد يقول لي ايه ده 5 في 12؟ اقول لك لا ده 5 في 12 في المتر، لكن لو عايز اجيبه في القاعده كلها اضربها في القاعده فطلع لي كام؟ 36 فاي 12. عشان في واحد بيقول لي ايه ده 36 فاي 12 اكبر من 20 فاي 12. خلي بالك ال 20 فاي 12 دولت محطوطين في المسافه اللي هي 2 متر ونص، لكن ال 36 محطوطه في المسافه اللي هي كام؟ 7 متر و20. طالما انت رسمت الديتيل بتاعك بالشكل كده تاخد الدرجه كامله ان شاء الله. كده يبقى احنا خلصنا شابتر 3 اللي هي الكومبايند فوتنج اللي هي المعرضه للعزوم، وان شاء الله من الحلقه القادمه هنبتدي في الستريب فوتنج ويز بيم. شكرا، سلام عليكم.